عارفة ان انت مش طايقني وبتحاول تتجنبني. الى حد ما. لا مش لحد ما، لحد كبير. بص، عارفة ان انت مش مصدق ان انا خدت خطوة زي دي بعد العمر ده كله، بس في امور بتجيلك فجأة ما بتعرفش انت اخدت الخطوة الصح ولا اخدت الخطوة الغلط، وخدتها امتى وازاي. انا عملت كده. حسن راجل كويس بيحب البنات. انت متخيل ان حسن راح يقرب من يحيى عشان يخلي البنات يقربوا من ابوهم؟ حاجة صعبة طبعا. ايه في ايه؟ عايزة تلعب اللعبة وخلاص وهي مش فاهماها. وانت يعني اللي بتعرف تلعبها؟ وروني اللعبة كده. احنا هنتغدى الاول، تطلعوا فوق تغيروا هدومكم وتاخدوا دش وتنزلوا عشان نتغدى. لا ايه ده بجد والله؟ طيب انا هعد لحد تلاتة، لو ما عملتوش كده مفيش لعب تاني. واحد من غير صريخ. ماشي. اه يا ربي. يلا يا نادي عشان جعان، وتلاقي ايهاب كمان جعان. حاضر. والله انت بطل انك عارفه تقعدي مع 8 عيال. 9 بحسن. بص يا عمته، يمكن لو كنا قعدنا القعده دي قبل جوازك كان موقفي هيبقى متغير، بس مش هكدب عليك واقول لك اني ما كنتش متضايق، رغم ان ده حقك طبعا، بس كنت حاسس ان انت مش هتبقي قريبه ليا زي ما كنت. يعني الفتره اللي فاتت بقى حصل لي حاجات ممكن تكون خلتني افكر في الامور بشكل تاني مختلف. ايه اللي حصل؟ علاقتي ببابا مثلا اتغيرت كتير، بقت احلى، اتحسنت. يعني انت مش متخيل الموضوع ده مفرحني قد ايه. لا بس انا ما حسبتهاش زي ما انت متخيله، انا سبتها تمشي زي ما تمشي، يعني انا مرتاح للي بيحصل الحمد لله. طب سالي عامله ايه؟ كويسه. انا اللي مش كويس. ليه؟ يعني حاسس ان هي انانيه كده، ما بتفكرش غير في نفسها. خد وقتك، تاخدش قرارات بسرعه في اي حاجه. لا متقلقيش، انا باخد وقت جدا في الحاجات دي. طب والست اللي بتحكي لك؟ ده الست اللي بتحكي لي دي بقى انا لازم اقول لك، الست دي عندها قصه اغرب من اي حاجه سمعتها في حياتي قبل كده. ايه؟ اغرب من قصتك انت وعمو حسن مثلا. بجد؟ يا معلش ثانيه. الو؟ ايوه يا دكتور ايهاب، انا هبه. هو يا هبه ازيك؟ الاخبار؟ جميله كويسه؟ اه كويسه ما تقلقش. هو احنا ممكن ناخد كوفي مع بعض في اي مكان بره؟ ماشي. الله الله الله. انت شايف اللي بيحصل ده طبيعي؟ الاكل يجنن يجنن. اوكي، عموما بعد كده لو كلمتني انا مش هصدقك، حتى لو كان الموضوع بجد. على فكره ما هو الموضوع بجد. هو انت ليه مش راضي تصدق ان انا قلت لك قراري فيك امبارح؟ اصل انا صدقت فعلا ان الواحد ما بيحسش بقيمه الحاجه غير لما بتروح منه. ايهاب ابني هو اللي قال الكلام ده لما حكيت له وقلت له عن اللي انا حاسس بيه ناحيتك. لا عاقل والله ايهاب. انت بقى مصدق نفسك؟ هو انت مش كنتي قلتي يعني انت مش هتاخدي قرار الجواز غير اذا كان الجواز هيضيف لك؟ انا بس عايز اعرف يعني ايه الجواز يضيف لك. وانت مالك رمزي؟ ارتاح، انت اخر واحد ممكن افكر فيه. مين قال لك ان انا بفكر؟ امال انت عايز ايه؟ انا عايزك ترجعي معايا زي الاول. كان فيه وخلص. انا اديت لك فرص كتير وانت بوظتها. على فكرة أنا ابتديت أعيد حساباتي في كل حياتي، ولقيت إني محتاج أعيش لحد يحبني وأحبه. أه، تهت والإنه، عيش لابنك. أنا عملت كده فعلا، وعلى فكرة أنت اللي ساعدتيني في ده. يبقى أختك. أنا مش جوزتها بقى واطمنت عليها. رمزي أنت عايز إيه؟ زهقتني على فكرة. في إيه؟ في إيه؟
رشدي، رشدي عدى. انت مش قلتي كده ولا نسيتي؟ يا سلام يا رشدي لو تفضل واقف. الآية اتقلبت في كل حاجة بينا، بقيت أنا اللي بجري وراكي وأنا اللي بدور على رشدي. أجيب لك من الآخر؟ هو ده اللي أنا عايزه. سيب لي وقت يا رمزي، سيب لي مساحتي علشان أصفى، وساعتها ممكن نرجع أصحاب زي الأول. بس بالنسبة لدلوقتي ارحمني، اتخنقت. هو أنت حقيقي ما عزمتش إيهاب وخطيبته ليه حتى تقرب المسافات ما بينكم؟ أنا قلت له كده وقال لي لأ، هو راح يتغدى عند عمته، يروح ينام بدري عشان عنده شغل. على فكرة مفيش حد في التزام إيهاب. لا طالع لك طبعاً. قطعاً. طب ما تيجي نمشي بقى. يلا. أهلا أهلا أهلا. تعبت يا دكتور؟ عبط إيه بس؟ هو ده اللي مش هقابلها تاني؟ ولد. سوري أنا معرفتكوش. هبة؟ شذا؟ هاي هاي إزيك؟ رمزي بابا. أهلا زهر. أهلا أهلا يا حبيبتي أهلا. طب إيه؟ مش محتاج مساعدة ولا في أي حاجة؟ لا لا أشكرك، اتفضل. بعد إذنكم. اتفضل. بعد إذنكم. ميرسي. شفتي شفتي حبيب أبوه ملتزم إزاي؟ قطعاً.